جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ده رجل وله نبي، رجل صالح بس، قال لهم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. الداعي الداري يقدم الخير للناس ما هو شحاد ولا داري منهم حاجة، انت بتقدم الخير زي ما ربنا قال قل لا أسألكم عليه أجرا. الداعية ما داري قروش، قل لا أسألكم عليه مالا. تمام، جاء قال لهم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. بعد ذاك لاحظ شوف رقة الخطاب بتاعه وجماله، قال لهم وما لي أنا ما بتكلم عنهم، عن رقبته، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا. يعني لو عملت كده خليت ربنا ودعيت الأولياء من دونه، قال لهم إني إذا لفي ضلال مبين. كويس، قاموا على قتلوا أسازول، بيقول كلام سامح زي ده بقتلوا قتلوا. بعد ما مات قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ربنا أكرمه وبقى بيتمنى إنه قومه يا ريت لو سمعوا كلامه. يا ناس، هذه الدعوة المباركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي دعوة ضد الباطل، دعوة ضد الباطل. وأول ما أنت يبقى في بينك وبين الباطل هدنة وراحة وتقول لا كده خلوم وما تسألوا زول وما تتكلموا في زول وكده، أعرف إنه الشغلة دي ملكلكة ما نجيبة. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة لقمان ولقد أرسلنا في سورة سبا ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. صالح ده قال لهم شنو؟ أن اعبدوا الله، توحيد، أن اعبدوا الله. ربنا قال فإذا هم فريقان مالهم يختصمون. الشكلة دي في سورة النمل، الشكلة أول ما تدور أول ما التوحيد يظهر المشاكل بتبدأ. ليه؟ لأنه في ناس قلبهم مرضان، التوحيد ده ما داري الموت. قالوا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، ده ما داري إنه. قالوا ليه ما داري إنه؟ لأنه القرآن ما فيه الحق، والحق الزر المرضان ما بدوره. ربنا قال ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ولكن أتيناهم بشنو؟ بذكرهم فهم عن ذكرهم مالهم معرضون، ما دارين الحق، عشان كده ما تشتغل بهم كثير. ربنا قال فما لهم عن التذكرة معرضين فارين ما دارين الخير. كأنهم شنو؟ حمر، جمع حمار، كأنهم حمر مستنفرة عايرة. يعني الحمار لما يعير وعاير جاري من شنو؟ فرت من قسورة الأسد، ما دايرين الحق. والنفوس المرضانة ما دايرة الحق دي لابد تكون موجودة لما الحق يشتغل. عشان كده بنقول لأخواننا هنا أرموا قدام في الدعوة، الشيخ يوسف والإخوة اللي معاه كلهم، الشيخ مصعب كلهم، أرموا قدام بلغوا الدعوة. انتوا ما قاعدين تشاكلوا زول، ما قاعدين تسيئوا لزول، ما قاعدين تنبذوا زول، انتوا بتقولوا الحق من الكتاب والسنة. أي زول باني له قبة وبيعبد له في قبر ما نرضى كلامكم ده، لكن ارموا قدام. ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ربنا معاك، ارمي قدام وبلغ التوحيد وما تشتغل بزول. وأي زول داير يقتل الدعوة وأي زول داير يميت الدعوة حيموت هو، أعرف حيموت هو. الدعوة دي دايرة زول يمرق لها تمام ويبلغ الدعوة مخلص لله سبحانه وتعالى.